كافية معكم عالم الصباح وجولة سريعة بصالة العرض بالسينما، شوف آخر الأفلام. ضمن أفلام هالأسبوع فيلم الأنيميشن The SpongeBob Movie Sponge Out of Water بنسخة 3D عن قرصان شيطاني بيسرق فورمولا سحرية وحربه مع سبونج بوب اللي بيتحالف مع خصمه بلانكتون لاسترداده، ومشاهد لايف أكشن مثل الفيلم اللي سبقه مع أنطونيو بانديراس وأصوات ممثلين كتار. فيلم الأكشن Son of a Gun عن شاب انسجن مع أحد أشهر مجرمي أستراليا وبيضطر يساعده على الهروب وقت خروجه ومساعدته بعملية سرقة جديدة مع أوين ماكغريغور وبرينتون ثويتس. والفيلم الكوميدي The Wedding Ringer عن شاب ما عنده كتير أصحاب وبيضطر يستأجر شخص ليكون البست مان تبعه بعرسه مع الممثل الكوميدي كيفن هارت. بنصحكم تحضروا The Wedding Ringer لأنه من أحلى الأفلام. أنا يعني ما وقفت الضحك مبارحة، وكتير قليل نشوف فيلم كوميدي هالقد حلو بيقدر يلقطكم من أول الموفي لآخره، فبحضركم نكون تحضروا أوكي لأنه بلش ينهار هون ورشة ملح. أحبائي صباح الخير من جديد، واليوم هيك طلعنا عليكم شوي صغيرة بكير لأنه رح ننهي حوالي الساعة 12:30 مثل ما قلنا كمان اليوم الصبح، وطلعنا هيك مرتين اليوم الصبح دقيقة على الساعة 11 وبعدين 3-4 دقايق حكينا فيهم عن أشياء بلشنا نحضرها كمان اليوم وعن أشياء حضرناها امبارح وتركنا كمان منها أشياء اليوم مثل الأموندين هال خلينا نقول هالتارت الطيبة اللي عملناها امبارح بالمربى وكمان كعك الدبس اللي ولا اطيب من هيك هيك الصبح مع الشاي او مع فنجان القهوه او حتى عصرونيه وفينا كمان نغط فيه لبنه ناكل فيه كمان اشياء او باللبن او اشياء من هالنوع وراح اكلها اكيد بعدين راح احطها هلا هون. اوكي بلشنا نهارنا حلو، بس قبل ما اجي اشرح على فكره عم يقولوا لي انه اذا بدهم الاموندين يعرفوا الوصفه او كيف عملنا التارت او الحشوه او حتى كعك بدبس فينا كلنا نرجع كمان نفوت على الفيسبوك ونفوت على صفحات عالم الصباح ونشوف كمان عنا الفيديوهات كلها سوا تبع كل الفقرات. فقرة الشبشب اللي حضرتها طبعا امبارح كان 22 شهر، او لعندي انا كمان على عالم المطبخ شبشب زيتوني على الفيسبوك او على الويب سايت اللي بدكم اياه بتحضروا كل الحلقات وبتكتبوا الوصفات. طيب نسينا شو بدنا نحكي هون. اوكي الدجاج يا بي ريحة الكاري يا بي الاكل الهندي شو انا بحبه، انا كثير بحب الاكل اللي فيه بهارات. اوكي الجرام مسالة من ميل عندنا كمان نحن البهارات من الشاورما بهاراتها يعني كل هالبهارات الحلوين. هلا عم نشوف قدامنا من سفينة دجاج اللي كانوا منقوعين قبل نقعته انا قبل ارجع عيد بالكزبره، حطينا عليهم كمان بصل اكيد ملح، حطينا عليهم بصل، حطينا عليهم ثوم، وحطينا عليهم من الفلفل الاحمر الحار الطازه مقطع كله سوا يعني وشوي صغيره اكيد مثل ما قلت انا من الكزبره، وجينا تركناهن بس نعض على شفافنا نحن ما تركناهم بس انتم تركوهن ساعه منقوعين. بهالساعه المنقوعين فيها بيكونوا تخمروا مزبوط بيكونوا اخذوا الطعمات الحلوين، وحطينا كنا عليهم شوي صغيره من زيت الزيتون وكنا نقعينهم كمان هون بطريقه حلوه. هلا بعدين انا ما نطرت دغري قلبناهم بقلب المقلي وقليناهم وصاروا هلا جاهزين. لماذا؟ هلا بنشوف. اول شيء خليني اشيل هون كسترول صغيره هيك، اجي انا 1 2 3 يا شيف شادي ونحطهم هون. ها طلعوا كيف، ونرجع نردهم على النار بنفس الوقت على الساعه 11:40 اللي تبعني عملت خلطه حطيت فيها ملعقتين من الطحين، حطينا عليها كوب واحد من المي نطحين ومي خلطناهم مع بعضهم وضفت عليهم 4 أكواب من اللبن. هو انا ما عملت هيك الوصفه هي هيك، انا عملت نص الوصفه يعني رحت على ملعقه من الطحين نص كوب من المي كبيتين من اللبن خلطناهم مع بعضهم وضفت لهم من البهارات اكيد الكاري اكيد الملح، حطينا بقلبهم كمان العصفر وحطيت بقلبهم كمان من الكزبره الناشفه وحطيتهم على النار مشان يغلوا. وهودي هني هون بعد ربع ساعة غليان اطلعوا شوفوا كيف هيدا اللبن مع الطحين مع المي مع العصفر مع الكزبرة كمان ومع الكاري، ها
هيدا كلنا سوا هون، وهلا كمان الوصفه رح تكتبوها قدامكم. شو بنعمل هلا؟ والوصفه كمان قدامكم اكيد. هلا مع بعضهم بدهم يغلوا ويعطونا اكله بتطوش بتعقد تنقدمها، يعني هيدي صارت مثل اليخنه، مثل الصوص، اوكي؟ فينا نقدمها مع كمان خبز الشباتي الهندي، مع اي نوع من الخبز اللي بدكم، حدا رز ابيض، حدا كمان انواع من الباستا اذا حبيتوا مثل ما بدكم اعملوها. وممكن تكون هل كاري الدجاج باللبن بالزبادي، ممكن يكون كاري السمك بالزبادي، كاري اللحمه بالزبادي، شو ما بدكم فيكم تحطوا محل دجاج بس اشتغلوها بنفس الطريقه. يعني هيدا واحد. لكن برجع بعيد بسرعه، اللبن خلطناه مع الطحين ومع المي. اول شيء الطحين بنحطه مع المي، بنضيف اللبن، حطينا بقلبهم العصفر، حطينا بقلبهم كمان الكزبره، الملح، كمان خلطناهم كلهم، والكاري حطيناهم يغلوا على النار. صار عندنا هالخلطه الحلوه اللي ضفناها هلا على الدجاج اللي كنا مخمرينهم، الدجاج مع البصل مع الثوم مع الفلفل كمان الاحمر الحار، وكنا حاطين عليهم كمان من نفس كمان البهارات الموجوده قدامكم. فيكم كمان تحطوا عصفر عليها وتنقعوه بالعصفر، يعني مش هالمشكله الكبيره، بس انه اهم شيء من زيت الزيتون، شوي صغيره من الكزبره وشوي صغيره كمان من الكاري. خلطنا بعض ناقصهم شوي صغيره هلا من البقدونس، وبتصير جاهزه الكاري بالدجاج. اما بالنسبه للشوربه هلا بنرجع عليها، شوربه الحمص والكمان الفاصوليا نسينا اسمها والعدس، هلا بنحكي عنكم بعد شوي. بس قبل عندي صينيه بدي احضرها قبل ما نطلع بريك، حتى بس نرجع نلاقيها كمان جاهزه، هي صينيه الخضره مع التوست. اول شغله بدنا نعملها، خلينا نجيب خبز التوست بهالطريقه. كمان هلا ممكن كمان هذا الشهر كمان للصيام، وان شاء الله كمان يكون الصيام مجيد وينعاد على الجميع بالصحه والعافيه، وخاصه هلا اليوم صرنا كل الطوائف المسيحيه بدايه من اليوم صايمين كلهم سوا. اوكي، جيت انا عملنا خلطه خضره، حطينا بقلبها لهالخلطه من كمان البصل، الثوم، الفطر، البندوره، الفلفل حلوه حمراء، فلفل حلوه صفراء، عم بتطلع فلفل حلوه خضراء، معجون الطماطم، بندوره كمان بقلبها. شو بعد يا شيف شادي؟ حطينا بقلبها انواع من الخضره. هلا بتقولوا لي ناقص وحده، زدنا وحده، حطينا قرنبيط، حطينا بصل اخضر بقلبها، حطينا من الثوم المعمر، اليوم لقيتهم كمان حلوين استعملت منهم شوي صغيره، هالثوم كمان الطازه، اللي بدكم اياه، المهم تكون خضره مخلوطه بطريقه جميله جدا. عندي جبنه مبروشه، ممكن تكون موتزاريلا، ممكن تكون اي نوع من الجبن المبروش اللي بتحبوها. وهلا بنبلش نعمل الصينيه تبعيتنا. شو بنعمل؟ يلا يا شيف شادي، اول شيء بنحط هالخضره بهالطريقه هيك، ها، وبجيب انا خبز التوست، طلعوا كيف، حطوا هيك، تحت الوهم ابدا، باخذ انا بعدين خبزي، فيني اقطعها هيك شوي صغيره بالنص، وشوي هون وشوي هون، صارت هيك بهالطريقه. برجع بنحط عليها هالخضره، شفتوا كمان هي بتشرب، هالتوست رح يشرب الميات الموجودين بهالخضره كمان الحلوه، طلعوا كمان شو حلوين. نرجع بنروح على الطابق الثاني، بس من بعد ما نحط كميه من الجبنه عليها، خلوني بس انا احرك هون، وطي النار احلى ما تلزق عندي كاري الدجاج. واو، تعقدها، منيح اللي انتبهنا. برجع لهون يا شيف شادي، الجبنه لكان هون هيك، لكن عم نعمل طوابق من التوست، طلعوا شو حلو هيك، ها، بهالطريقة. فينا هيدي كمان نزيحها لهون، ونزيح هيدي لهون يا شيف شادي هيك، ها، يلا يلا. واجي انا نعمل هيك، ونعمل هون، صار عندنا صينية مثل كأنه عم نعمل لازانيا بالخضرة، بس نحن عم نستعمل كمان التوست، كمان شغلة كمان سريعة وحلوة. ويلا يا شادي من جديد، نجي هالخضرة المتبقية كلها بنحطها كلها سوا على التوست بهالطريقة كمان هيك، طلعوا كمان كيف. وبجي برجع بعيد لك، انا عندي من البصل، عندي من الثوم، عندي من البصل الاخضر اذا بدكم انا، او عندكم من الكراد. برجع بحط كمان انواع كثيره من الخضار، انا حطيت منها الفلفل الاحمر والاخضر والاصفر، الفطر الطازه كمان بطريقه جميله، رب البندوره او معجون الطماطم، طلعوا كيف، طلع عندي اياها كامله، واكيد ملح وبهار، وضفت لها من الاوريجانو الزعتر، وضفت لها كمان الاوريجانو هو نوع من الزعتر، وعندنا زهره الزعتر كمان ضفناها اللي هي كمان اليابسه. عم نشوف كمان شكلها كمان شو حلو، والالوان شو حلوين. وبرجع كمان من فوق تكفي كمان مشروعي
صينية التوست لليوم، مع انه فكرة كمان حلوة رح يحبوها كتير كتير اولادنا، وخاصة بتعرفوا خبز التوست اليوم مرغوب من الجميع، وفيكم تحطوا فيها جمبون وجبنة ولحمة ودجاج وسمك، ما في عندي اي مشكلة. طلعوا شو حلو هيك يا شيف شادي. وهلا اكيد فينا نحطها بالبراد، اذا حطيناها بالبراد كمان بتشرب مزبوط، او التوست تشرب مزبوط السوائل الموجوده. وكمان انا برايي من بعد خبرتي انه اذا حطيناها بالبراد ساعه وبعدين طبخناها تطلع اطيب ما نطبخها دغري هلا، لانه بيكون تشرب مزبوط الطعمات كلها. هلا اذا بدي احطها بالفرن، لانه التوست دغري كمان بتلاقوه انه بلش يحمر او بلش كمان يستوي، بس هلا كمان موجوده عليه من السوائل فرح يحميها شوي صغيره، والجبنه كمان من فوق. ويلا يا شيف شادي على الفرن وبريك، وارجع قولي بسرعه حتى نحكي عن الشوربه ونكفي ونقدم وصفتنا لليوم. رولا يلا جاي يلا. اي كافيين معكم اكيد، ولكن بدي اذكركم قبل ما ننتقل عند الشيف شادي على حمله التوعيه اللي عم نقوم فيها بعالم الصباح، رح تبقى او تبدا بشهر اذار ان شاء الله، وهي عن التوعيه على سلامه، على قانون السير والسلامه المروريه والامان على الطرقات. نطلب منكم انكم تبعتوا لنا على رقم الواتساب الخاص فينا اللي عم يقطع على الشاشه طبعا. ماما انا هون، ماما انا هون. نطلب منكم تبعتوا لنا فيديوز على هذا الرقم اللي عم يقطع على الشاشه عن كل المواقف اللي بتشوفوها، يمكن انتم على الطريق بتصوروهم مواقف طريفه او مخالفه قانون القوانين على الطريق، واذا قصص هيك بتشوفوها غريبه، لحتى اكيد نرجع نحطها على الهواء. نكفي معكم بعالم الصباح وننتقل عند الشيف شادي ورشيد منيح. اقولك شو يعني شو هالظاهره يلي انه بس في حدا بيكون ريبورتر قاعد عم يقدم اخبار تلاقي لي واقع. ماما بدك نعمل شوي، احكي شوي على الشاشه. يلا فلا انت احكي على الشاشه. لا انت احكي، لا انا انت احكي على الشاشه. لكن احبائي اهلا وسهلا فيكم معنا اخر سبع دقائق هلا كمان من ورشه ملح. اوكي رح نكون اوكي عملوا معروف، لكن رح يكون اذا بتريد ما هيك نعمل. اوكي لا بس عن جد هيك، بس ماما عرفت علي كيف معقول؟ لا وبدي التليفون كثير بيقعد يضحك في شو تي في يعمل معروف تعي مدري مين. ماشي العالم. اوكي بس انه هلا بشغلي كمان شغله حلوه كمان صارت عندنا اليوم، اللي هي انه عيد ميلادي. ايه عليك يا رب، الله يخليك تسلم. عيد ميلادك كان نهار الاربعاء. قد ايه صار عمرك يا حلوه؟ كان نهار الاربعاء. كان قد ايه صار عمرك؟ بتحب اقول على الهواء؟ فيك تكذبي؟ لا فيك تكذبي مثل العاده. 23. شفتي يعني صادقه 100%. 32 العمر كله. يا عاد عليك بالصحه والعافيه. اول شغله هلا كل اليوم الحلقه لك طبعا، هذا لك لانه قصيره. بس كمل هيك، مهم يكونوا الوصفات كتار. ليك اول شيء الوصفات كتار بالنسبه لوقتنا هيدا اكيد. يعني اليوم نحن جانا عملنا كمان هالاموندين اللي حكينا عنه امبارح وجانا اشتغلنا فيه، واشتغلنا كمان بكعك كمان بدبس، لانه امبارح انا عملتهم بس نحن كمان فرجيناهم مرتين للمشاهدين شو عملنا امبارح، وهلا كمان عن جديد. انا كثير بحب نهار الاثنين. طيب خاصة يعني من بعد الاحد اللي بيكون في قصص بعدها بالبراد بتبقى لتنين. بتحب القصص الباقية؟ ما في مشكلة. اوكي لا انا باكل كل شيء انا. اوكي. هون عندنا صينية التوست اللي هلا صار نوعا ما رح تصير جاهزة، اللي عملنا نحن كمان خضرة منوعة جينا خلطناها مع بعضها وقليناها مع بعضها، شو ما بدك انواع من الخضرة مع البندورة، مع كمان معجون طماطم، فيك تحطي دبس الرمان، حطي بقلبه المقانة، سجق، لحمة، اللي بدك اياه، اعملي خلطة حلوة، أو ممكن تكون شغلة باقية قبل بنهار عندك شي صوص بولونيز، صوص طماط، صوص كذا، شو بتعملي؟ فينا كمان تحطيهم مع التوست مع شوية جبنة على وجههم، تعطينا كمان نتيجة حلوة، مثل ما بتعملي كمان عاش السرايا بالتوست. يامي. يعني هالقصص كلها سوا بتعرفي. هون عندي الدجاج اللي هلا كمان صار جاهز، اللي هو الدجاج بالكاري، طعمته كثير طيبة، شو رأيك ندوق؟ أكيد. أنا ليك رح ندوق، إن كان أول شيء هون رح أنا أطفي تحتها لما صارت جاهزة، تفضلي. شكراً. أهلا وسهلا فيكي، وهون كمان خلينا ناخذ هيك. بلا دجاجة. انا برايي مش ناقص شيء، بس تمعني فيها، تمعني يعني يكون كل خالد يا خالد يا رب. ليك فعل الافعال واو طيب كثير. اوكي هلا طيبه مشاعر رائعه يعني هلا بكين مع الدجاج بتعطينا كمان، وهيدي كمان هلا انا ما حضرت شويه رز حتى، لانه كل يوم عم نعمل رز او كل جمعه عم نعمل مرتين ثلاثه رز، يعني عنده رز ابيض او رز مع شعيريه
او تعلمنا مليون نوع من الرز، خاصة هذا الرز اللي في بقلبه هيك حبوب بازيلا، فينا نعمله بيعته جمال. نسيت شغلة هون، حاطين زنجبيل. برافو، لأنه انا قلتها مرة بس ما رجعت عشتها. يعني حطينا هون من البصل من الثوم، وحطينا بقلبهم فلفل احمر حر صغير مش غلط. اوكي مفروم، وزنجبيل مفروم صغير. برافو. غير الدجاج، غير الكاري، غير اللبن، غير العصفور، غير الكزبرة، غير كمان الطحين، غير الميات وغير اللبن، هذا كله هون صار جاهز. بعد شوي صغيره بنقدمها. اما هون كيف الوضع عندك هونيك؟ يا سلام. اما هون عندي شوربه، هيدي الشوربه كثير هينه. هلا مثلا المشاهدين بيقولوا ما حضرتها قدامنا ما فهمناها، بس ابدا هي كثير هينه. خليني هون اخذ هيك صحن وبلش اشرح عنها. جبنه، جزر، بصل وكرافس. قصصني هون محل كرافس، فيكم تستعملوا بصل اخضر او كراد او ثوم معمر مثل ما عملت انا كمان اليوم، وجينا قطعناهم قليناهم نحن مع زيت الزيتون وضفت عليهم كوب واحد من العدس الاحمر، او خلينا في عالم كثير بسموه العدس الاصفر لانه بيتحول اورانج من... لونه هيدا. اوكي يعني العدس اوكي الاورانج، هم بنقول العدس الاحمر. اوكي بس تطبخيه بيتحول للون اصفر. اوكي اوكي استعملت منه كوب واحد، وكوب واحد من الحمص، وكوب واحد من الفاصوليا الحمراء. اول شيء غلينا حوالي نص ساعه العدسات مع كمان الميات وملح وفلفل، وحطينا بقلبهم كمان شوي صغيره، انا هيك من الاوريجانو نصف صغيره مع ملح وفلفل. غليوا، بعدين ضفت انا الحمص المسلوق والفاصوليا المسلوقه. كثير معي ولا مش معي؟ كثير قوي انت. يلا وهون من بعد ما غليوا صار عندي شوربه بتعقد لايام الصيفيه، واذا زدنا كمان برغل فينا نزيد كمان اي نوع من الحبوب كمان الثانيه والثالثه. عندنا فينا كمان نستعمل العدس والفول، عدس يعني قصدي عدس البني والفول. وشوربه بتعقد بتجنن، فيك تقدميها ايام الصيفيه وايام كمان الشتويه. فكره كمان حلوه. اوكي فينا نشوف وش صار ولا كمان شو رايك بالوضع هون؟ بلشنا ما هيك؟ تفضلوا بلشنا هيك نتقبل على المواضيع كلها سوا. نيجي لهون هيك و خلص انا رح اقطعها، بس شو رح نعمل؟ رح ننطر شوي صغيره تبرد نكته صغيره، لازم تبرد وبعدين بنقطعها شوي. ذكرنا شو في بقلبها؟ ايه لما حطينا هالخضره، هالخضره المنوعه المخلوطه، جينا حطينا بس توست. اوكي خضره، جبنه، اي نوع من الجبنه بتحبي؟ ايموتال، موتزاريلا، شقف من البريه، بتفوتي بالجريات، يعني بنعد لها اي نوع من الجبنه الباقيه عندك. شو حاطين اليوم؟ حطينا اليوم ايمونتال. برافو ايمونتال، انت كرمال عيد ميلادك. بعرف الصبح على اليوم قلت ايمونتال مع انه غالي كثير، بس اشتريتها كرمالك يا حبيبه قلبي. اوكي هلا بعد شوي صغيره بتلاقينا انه رح نجي نقطع ونقدم هالطبق. قام عليك شوي تناخذ هون، طلع كيف بدنا نقطعها هيك بعد شوي. ها شفتي؟ خلص كأنها لازانيا. مش الحال مش الحال، مش ترضي يعني كثير نبرد. طلع هلا هون شفتوا شو حلوين هون بهالطريقه. طيب شو رايك انت تجيبي لنا هالصحن لحدك اذا بتريدي؟ هون هيدا هون. طيب شوف هلا كيف، لانه انا قلت قبل بشوي انه نحن واو حتى ما تستحي ابدا. أوكي. ما يكون في ولا ربع خشب، كانه مثل كانه لازانيا. اوكي وانا بفضل اوكي وانا بفضل انه شو يصير فيها؟ ما يصير فيها شيء بتتاكل، بس نعملها مثل ما قلت قبل بشوي صغيره، ما تسمعوا على رولا، بنحطها شوي صغيره بالبراد، بتشرب الصوص اكثر والطعمات كمان اكثر، وبعدين اوكي ايه معك انا. كيف الوضع؟ انا قدمت القصه كلها سوا وهيك صار يعني. طيب بسالك سؤال قبل ما اقدم الكذا. رائعة. في مدام بعثت لي وقالت لي شيف شادي ما عجبني كتابك. عم بحكي جد، هن كلهم ما عجبني كتابك اللي هلا نزلته بالسوق وكذا 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 وكذا، لانه ما في كل المعلومات يلي بتطلع فيها على الهواء يلي بتقولها على التلفزيون. طيب شو ممكن نرد على هذا الموضوع؟ بتقول لها مدام اشتري الكتاب واحضرينا على التلفزيون. اوكي لانه المعلومات اللي نحن بنقولها على التلفزيون بدها شي مليار كتاب. اكيد ما الموضوع خلص يعني. طيب اوكي انا هلا هون خلوني نعمل شغلتين بعد حلوين، شغلتين عملنا شغله حلوه وهون شغله كمان حلوه كثير، رح نجي نقدم هلا الدجاج بشغله كمان ثالثه، وبعد عندي شغله كمان قاعد اجمل واجمل بعدين. خلونا ناخذ هيك يا شيف شادي. واو هون رح اجي انا اقدم هيك، طلعوا كيف واو، طلعوا الدجاج مع اطيابهم هون بهالطريقه. جيبي صحن تحط لك شقفه. اوكي طلعوا هون، عيد ميلادها معلوم بهالطريقه كمان. وبرجع بقول نحن مش ضروري نعقد حالنا كثير يا رولا بانه هيدا اكل هندي نحن ما بناكله واولادي ما بيحبوه. نسوق انه بدنا ناكله حبيبي، نحن اللي بناكله. نسوق انه اكل هندي، نسوق انه اللي بناكل الاكل الهندي. فكروا انه في وصفه عم تنعمل اليوم بطريقه جميله جدا.
اوكي فيها كاري هندي. طيب شيلنا الكاري، طيب شيلنا اللبن، طيب ليش بدنا نشيل اللبن؟ طيب انه هون صار عندنا طاووق بالكاري مثلا. طلعي شو حلوين، يا سلام. هون هيك رح اجي انا هون اجي كم كلمة فيك تقولي وانت تمك مليان؟ ولا كلمة. طيب هيدا هون شوي صغير يدقيون، خدي 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 خدي. انا رح اجيب بعد هون او رح اعمل هيك، انا بعتذر من كل محبي الاكل عندي. طلعوا كيف رح اجي اعمل هيك واجي انا اقول يا شيف شادي انه لازم نقدم كمان صحن ثاني بهالطريقه هيك. اوكي طلعوا، واو. وهيدا كمان هون يا شيف شادي، وهيدي فينا نقدمها. وهون كمان فيكم تعملوا، او اذا كنا بالمطاعم وعم نصنع وصفه من هالنوع شو بيصير فينا؟ اذا صنعنا وصفه من هالنوع فينا نصنعها بقلب بيروفليت لوحده، يعني كل البيروفل لشخص واحد بطريقه كمان جميله جدا روعه جدا. شوف بس اوكي رح في هيدي. يلا يلا سنة حلوة يا جميل سنة حلوة. لك يا رولا انا انت بتستاهلي اكثر من قرص بندوره الحقيقه، مش بقلب البندوره بس تشيلها لهيك، بتستاهل اكثر من قرص بندوره يا رولا. عطفهم علي كيف انه ثانك يو، بس انه ما لقيت قدامي. يعاد عليكي بالصحه والعافيه، خلينا اياك. وبعتقد هيدا المشهد كيف طيب هيدا الشيء هلا معك رح نتذكره كل عمرنا، ان كنت انا ولا رولا. يعني بعد شي 90 سنه رح تلاقوني عامل هيك وعم نحضرها للحلقه. باي، لقاء بكره معكم بحلقه مثل اليوم، لانه رح نخلص كمان بكير بكره. اعطيني بندوره، خذوا للي موفو، اعطيني البندوره هي توكل. ميرسي لكم عن جد. هاي هابي بيرث داي تو مي، هابي بيرث داي تو مي، هابي بيرث داي تو مي، هابي بيرث داي. اوكي ثانكس شادي. على كل حال خلص اليوم، خلصت اليوم حلقتنا. بنشوفكم اكيد بكره بعالم صباح جديد. انا ما بشوفكم بكره، بشوفكم بعد بكره نهار الاربعاء، وان شاء الله يكون نهاركم حلو وما تنسوا تضحكوا. باي.